كنت اسمع من رفقاتي واقرا عن الحب، كنت مشتهية اني احب، او فيكم تقولوا مشتاقة اني احب. اتعرف على الحب، اعرف طعمته ولونه. وقت اللي كانت تيجي رفيقتي لعندي وتقلي انه هي حابة، وكيف هي وحبيبها بيطلعوا مع بعض مشاوير وبيهدوا لبعض هدايا وبيكتبوا لبعض رسائل، كنت غار منه. مع انه كنت مثل كل بنات جيلي، عندي رفقات شباب من عمري واكبر، يعني رفقاتنا بالحارة، رفقات عمامي ورفقات خالكم. المهم لمرة شفت سامي ببيت وحدة رفيقتي، كان وقت عيد ميلادها، كان هو رفيق أخوها، وصرت صادفة على طريق المدرسة. وصمم سامي أول يوم وتاني يوم وتالت يوم لحتى أعطاني رقم تليفونه، وبديت القصة اللي أنتوا بتعرفوها. ماما، عن جد سامي سافر على أمريكا؟ سافر بعدين على أمريكا بعد شي سنة، بس وقتها حس إنه لازم نترك بعض. وقتها أنا كنت مجنونة وعفوية، وأول مرة بشعر بهذا الشعور الغريب اللي اسمه حب. كنت مندفعة بكل عواطفي وماني مقدرة شو بده يصير. كنت مستعدة أحارب العالم كله مشانه، كنت مستعدة أعمل أي شي بده يا سامي، حتى إني كان ممكن أترك دراستي وأتجوزه. كنت حس إنه شو ما ضحينا مشان الحب قليل. ماما، وبعدين ما شفتي؟ بعد ما مرضت كانوا الكل حوالي وما تركوني، بلشت اخلص منه واتجاوز الازمه. ضل عندي احساس انه انا لساتني بحبه. رجعت لدراستي وصرت ادرس اكثر من الاول. لمره من المرات كانت هي المره الوحيده اللي بشوفه فيها، شافنا بابا. جدو سعيد؟ اي جدو سعيد، مع اني كنت منتهية من القصة، بس ما بعرف ليش وقت اللي طلب يشوفني وافقت. يمكن لأثبت لحالي انه انا خلصت منه، او يمكن لاني حابة كنت شوف العذاب بعيونه لانه تركني. شو عمل جدو سعيد؟ شو عمل؟ شو لسه ما نمتي؟ كنت عم بدرس. طب حبيبتي ارتاحي شوي. ماما هلا صار وقت الجد، مو بقيان الفحص غير شهر ونص. طب ليش ما فيقتيني اعمل لك الجد؟ معقول؟ لك تسلمي لي يا رب. تصبح على خير. انت بخير حبيبتي. الله لا يضيع لك تعب يا رب. ألو، كيفك؟ مين؟ تذكري سامي؟ مزبوط. كيفك ديانا؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ من وين عم تحكي؟ من البيت. وشو اللي ذكرك فينا؟ كتير مشتاق شوفك واسمع صوتك، دقيتلك أكتر من مرة، كان يطلع لي يا أبوك يا أمك ما بعرف. وليش بدك تشوفني؟ شو ليش؟ مشتاق لك. وانتي؟ ما بعرف، بس بتعرف ما عاد صفيان وقت وانا عم حضر حالي للامتحانات. خلاص معناتها بس نشرب فنجان قهوة. طيب. اسف بس ما كون طفلت عليكي. لا ابدا، بتعرف انه انت بتضل شخص عزيز وانا نسيت كل شيء، وفيك تقول انه هديك الايام صارت ذكرى حلوة. شو رأيك بكره الساعة 3؟ ما في مانع، بنفس المحل؟ أوكي، إلى اللقاء. تصبح على خير. وأنت بخير. باي. لساته بيحبني، مبين من صوته.
خير؟ عندي مشوار ما بتاخر. تعي لهون. لوين؟ ماما لما ارجع بحكي لك. ديمر على جمانة. يلا باي. مرحبا. مرحبا سعيد، كيفك؟ توقعتك ما تجي. تفضلي. ايش في بالعاده اكسف؟ لا ما قصدي، بس يمكن انا قسيت عليك كثير وما كنت حاسس بقيمة حبي. هذا موضوع انتهى. انا جاي مشان اطمن عليك ونحكي شوي وامشي. ما في وقت للعتب. معك حق، بس انا ما قدرت انساكي. يا هلا. اثنين عصير بردان زيتون. شكرا. شفتي شلون لسه ما نسيت؟ انا بالفتره الماضيه كبرنت لي على القليله شي 10 سنين. ألمتك؟ مو مهم. لكان شو المهم؟ المهم انه انا كنت صادقه مع حالي ومخلصه. انا اللي جبنت. المهم شو عامل هالايام؟ هالايام مالي عامل شي. رح اخلص فحص وسافر على امريكا. هالمره عن جد؟ هالمره عن جد. انا هو مالي مستقبل، بدي سافر لعند اخي. الله يوفقك. وانت؟ خلص تعال تعال، خلينا نترك هلا. اه
حدا يتدخل، هي بنتي وانا حر فيها. إيه لا امانك حر. شلون مالي حر يا مو شلون؟ بدك اياني شوف بنتي ماشيه مع واحد صايع، كلب حقه للصفرم، ولا الله يعطيك العافيه؟ لك يا اخي شو فيها؟ شو فيها اذا بنتك مشيت مع واحد بالشارع خربت الدنيا؟ بعدين مين قال لك انه هذا الواحد صايع؟ انا عمول، وتحديدا اخواتي ما بدي هول يتدخلوا. وانا؟ وبدي اعرف كل شيء بيناتهم. طيب تعال معي. لك يا اخي تعال معي، رح خليها تحكي لك كل شيء بيناتهم، وانا كفيلة انا ما تكذب بحرف واحد. بتروحوا ولا ما بتروحوا؟ بعدين بفهم منها كل شيء. ايه انا ماني متحركه من هون، وراح اسكن عندك وخليك رجال ومد ايدك عليها. لك ابني حرام عليك، البنت عندها فحص. خلص انا رح برد دمي واسمع منها. ايه وانا رح اكون معك لحتى احكم. انت وبابا بس ها. عمو احكي له لابوك كل شيء بينك وبين هذا الشاب، ولا تخبي ولا حرف. بس ايش بده احكي؟ احكي حبيبي، كلياتنا معك. لا تخافي تيتي، كلياتنا معك. بابا هلا انت بدك تصلح سعيد؟ والله منيح اللي ما ذبحها. بده يبطلها من المدرسة، حجة واجته. اوعى يتصرف اي شيء، هالبنت شاطرة، بعدين فحص قرب حرام. ولا يهمك ولا يهمك، على كل ان احنا موجودين هون. وانا جاي كمان، رح خلص هالمرضى اللي عندي وبيجي فورا. عندك مرضى؟ هو واحد صار له نص ساعة ناطر برا، يلا بخلص وبيجي باي. هويدا؟ يعني كنت مرضاني من الحب، مو من الدراسة. ايه 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 بس. هلا البنت غلطت وصلحت غلطها؟ لا ما غلطت. شو صار يعني؟ ولا سيادتك يعني نسيت حالك لما حبيت هنا تترك شغلك ودكانتك وتجي ثلاث ساعات تضل منتح مشان تشوفها؟ يا بي الله يوفقك، اذا بتريد هي بنتي وبدي ربيها على كيفي. هي البنت مرباية وهي بتعرف شو عم تساوي وما رح تغلط. بسيطة بسيطة، هلا ما رح احكي معك شيء، كل محبينك حواليكي، بس بعدين إيه. انا برجيك. مش يلا مشي اطلع اطلع يلا. خلص تيتي خلص ولا يهمك. شو ما بده يصير يصير، ما كان لازم تتركوها لوحدها. خلص شو بده يعمل لها يعني؟ رجال هدي وسامحها. مين؟ سعيد سامحها؟ وصدقتوا؟ بعدين الماما عندها، بس والله ما كنت متخيله هاي ماما قويه كل هالشي. بس بدون فايده، شو ما عملنا سعيد رح يحول لها حياتها لجحي. ما بيسترجي، نحن موجودين. لا كثير واثقين. مرت اخي نحن بنعجبك، يعني اذا اتحدنا مثل الام العربيه. فعلا اذا اتحدنا. صباح الخير. فايده مي ولا بعدها نايمه؟ نايمه. شو بدك تساوي؟ شوفي اذا بتحكي كلمة واحدة بس، كلمة واحدة بتحمل حالك بتمشي على بداهي، هدول كنت بدي ارميهم بالزبالة. وديانا ممنوع تطلع من البيت ودراسة ما في، فهمتي ولا فهمك؟ شوفي شو عم يصير؟ سعيد اخذ الكتب وراح يكبهم، وقال دراسة ما في وطلع برات البيت ما في. اذا على كيفه يبطل من المدرسة. شو رح تساوي؟ هلا بتشوفي. يا ماما خديها لعنا على البيت وشو ما بده يعمل يعمل. لا لا تاكلي هم الكتب، انا رح اجيب لك كتب جديده. ايه ماما الله يرضى عليك، ولا تنسى الدفاتر. لا ولا يهمك، امرك. مع السلامه. يا
يا سيدي هي امي العظيمة عم تدافع عن الحب والعلم. ايه نيالك والله. والله سعيد ليقلب الدنيا. يعمل اللي بده يعمله. مرت عمو اتصلي فيه على المحل. انا ما بستأذنه وهو ما بيأمرني. بعدين انت ليش خايفة منه كل هالشي؟ ايش هو ضبع؟ مرت عمو انت ما بتعرفي سعيد كتير قاسي. ماما خلي هالشغلة الي انا. بعدين قولي له لسعيد انه اذا بده يحكي مع حدا يحكي معي انا. واذا ضايقك انا اللي بتفاهم معه. تعي ساعدي. ماما ليش كل هالاغراض؟ خليها تاخذهم، ما راح ارجعها قبل ما تخلص فحص. ماني راجعه ابدا. اتي اتي. لبسي اواعيكي وانا رايحه اريح. ليك. يلا دقوا. خير معلم سعيد؟ شايفك مو على بعضك. لا الحمد لله تمام، هي السيارة جاهزة. قد يخدق عليها هاي؟ 1500. ما بتترعى شوي؟ هات 1200 يلا. هاي 1000 هاي 200. الله يعطيكم العافية. يا دندون يلا دغري على غرفتك زبطنا لك زامي الدراسه غير شكل. شو ما سمعتي؟ يلا فوتي ضبي اغراضك. يلا لا خجولي كمان ومن امتى هالخجل؟ انا مالي قدرتك وقدرت اهلك. الله يخليك حل عني. وشو ما بدك اعمل؟ رح ارجيك شو رح اعمل. شوف بس تخلص فحصة بتجي بتاخدها من هون. سوية فيكي ما هلا ابني اعتبرها مثل ما بدك تعتبرها. المهم دراسة البنت بعدين لكل حادثين حديث. لك يا ابني هيك ما بيصير. كل البنات بعمره بيحبوا. هو من زمان ذاتاً بدي طالع من المدرسة. ليش ما حكت لي؟ لأنك ما بتسمع له. يعني حضرتك رح تسمع لبنتك بكرة؟ طبعا رح اسمع له. نشوف. بس ما بدي اياك تروح زعلان. اعتبره زائر عندي ولا ما بيصير؟ لا بيصير. ليش ما يصير؟ ما انتوا اهلها. ايه ها ايه هيك افرض هلوش بقى. طيب خليها ترجع تدرس بالبيت. لا ما بأمن على أعصابها. خليها لتخلص فحص. طيب مثل ما بدك. الله معك. ليلي ليش الحمد لله فرد ابو سعود شوي. والله ماني عارفه انك قويه كل هالقد يا ام سعيد. لا بعجبك دكتور. الحمد لله ابتسم اخيرا. يلا يا بنت على الدراسه. امرك. وانا ويارا بدنا نفضي لكم الغرفه مشان تدرسوا. معقول؟ وين رح تناموا؟ النوم مو مشكله. انت لا تهتمي، انا بنام بالصالون ويارا بحضون سته. اي والله خجلتوني. ما في وقت، يلا على الدراسه. اي والله شهيتوني عند البكالوريا. يلا على الدراسه. الله لا يحكمك بحدا. شرف. انا سعيد. كيفك معي؟ الحمد لله. وين رايح؟ انا لعند علاء. طلع طلع. كيفك؟ ماشي الحال. شو بك؟ البنت رح تجنني. طول بالك. اصلا انت ما بصير تقسى عليها. عم لك رح تجنني. بشكر الله اني ما ذبحتها.
شو بدك يا سعيد؟ شو وين عايش انت؟ ولك اخي انا غير انتم، انتم ناس متعلمين ودارسين ومسافرين، انا قضيت كل عمري بين هالموتورات وبين هالبراغي. طولي بالك، تا روح نعمل كبسه لعلا. لا لا دخيلك مشغول شوي، سلم لي عليه. الله يسلمك. اسماعيل ما تاخذوني انا بضل بلبككم معي. ولا يهمك ولا يلا نزلني. لا لا ما عندي شيء بوصله. وليمتى رح تضل هالحالة؟ لآخر الامتحان. يا حبيبي معناتها رح تضل مشرد لآخر امتحانات البكالوريا. ما عليش ما عليش، أنا بدي إياها من الله، بكي بيجي بسكن عندك. يا ميت أهلا وسهلا. هي الرواية كتير حلوة، بس خلص قرايتها بعطيك إياها تقرأ. لا لا مو جاي على بالي، احكي لي عنها بكفي. شو أخبار حلوين؟ كيف الدراسة؟ تمام. شو ندوش؟ حبيبي شو تشربي؟ أنا بدي كاسة حليب. على راسي. وانت دينو؟ ما بدي شيء. رح أعمل لك كاسة حليب. والله خجلانة من عمامي، كل واحد تارك شغله وقاعد عم بيدرسني. هلا انت من امتى صايره حساسة ومزوقك لهالشيء؟ لك يا جدبة هي بكالوريا، يعني إذا تعبت شوي وتعبوا معك شوي مو مشكلة، ما بتخرب الدنيا، بس مستقبلك ممكن يتغير، مفهوم؟ فهمت. أوكي عمري. هلا؟ هلا؟ نعم. أنا ماشي لازمك شيء؟ لا، اللحام هو رح يبعث لي لحمة. طيب. عم تشوفي ديانا؟ بحكي معها بالتليفون. سكاتي هدول يمكن يلزموها. بدها يطير عقلها. لأن النتيجة هيك لحالها ما بتكفي، لازم تكدي معادلة التفاعل، تفضلي. يا عيني. شو بدك احسن من هيك؟ اساتذة خصوصي ومجانا. تفضلوا. تسلموا ايديك. دندون مو انا وياكي عم نتقاسم الغرفه والحلوه والمره مع بعض؟ طبعا. هاتي 1000. ليش؟ مو ابوك الحنون عطاكي 2000؟ هاتي 1000 لنتقاسم الحلوه مع بعض. حاجت لها هي، روحي يلا. ايه ديانا خانم. الله يخليكي يا ديانا. ادرسي منيح لا تخزلينا. ولا يهمك ماما، انا مو بس عم بدرس، مصمم يجيب مجموع. شلونه بابا؟ منيح، دائما عم يسأل عنك. عن جد؟ طبعا. بالاخير ابوكي بيحبك، واذا نجحتي راح يطير عقله، صدقيني. بقى ادرسي منيح يا حبيبتي، واذا بدك اي شيء خبريني، لا تتغالظي على عمامك. ماشي، لا تقلقي. طيب حبيبتي، مع السلامة. يا رب تنجحها. يعني إذا بدنا نحل أي مسألة دراسية لازم أولاً نحدد الصفة الراجعة فيها، وبالمسألة اللي بين إيدينا اللون الأسود هو اللي راجع على اللون الأحمر، فهمتي؟ يعني إذا بدنا نحل أي مسألة لازم نحدد الشيء الأساسي فيها. ديانا عندهم فحص. وليش اخذوا من غرفتنا؟ يا ماما عندهم دراسه. خلص ادي هون بلا صوت. ماما اتركيها تلعب. يا ماما الطالب ايام الامتحان اعصابه بتكون مو متحمله شيء. ما بعرف، انا لا قدمت شهادات ولا دخلت جامعات. نيالكم. ماما لو قدمتي جامعه شو كنتي تحبي تطلعي؟ محاميه. عمو ممكن اجل درس الرياضيات شي ساعتين بس، عندي شغل كتير ضروري. اوكي عمو. والله اللي صار لديانا ما صار لحدا، لو كنتوا علمتوني مثل ما علمتوها كنت اخذت الاولى على سوريا. انت نجحتي شحط بلا ما نحكي. لو نجحت شحط ما كنت درست اقتصاد ولا كليتك كليت جماعة الشحط. ابدا. الله لا يعلي حدا بلساني.
حبيبتي. ممتاز، حسن حجيب 60 برياضيات. طبعا يا عمي، شو عبالك؟ عندك احسن اساتذه بالبلد. بتعرفي جوجو، ماني مصدقه انه بكره اخر يوم الامتحانات. مانك مستنيه حدا؟ لا طبعا، انا مستنيه. يلا باي باي. بدك تنامي؟ لا، بكره عندي عربي وهي اخر ماده، باقي لي قصيدتين ولازم اخلصهم. طيب حبيبتي موفقه، انا بدي نام. انا طالعه ادرس على البلكون. اوكي، تصبحي على خير. وانتي بخير. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. يا رب يا رب نجح لي هالبنات واسترهن، ما لنا غيرك يا رب. ندى بابا حبيبي. ندى قومي، على بالك. وين ديانا؟ ديانا يمكن طلعت على الفحص. طلعت على الفحص؟ هي اللي عملت تختها يعني؟ بس هي قالت ما بدها تنام. طلعت على البلكون. ديانا ديانا قومي، بتلحق على الفحص. قومي، معقول على بالك؟ على بالك هي. شوي 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 حبيبي، بتلحقي على بالك. تلحقي ماما، تلحقي. لبسيها على بالك، لا تنسي بطاقة الفحص. رايح وقف لك تاكسي. يلا حبيبي، يلا بتلحقي. الله يخليك بنتي، متأخرة على فحص البكالوريا، ممكن اخذ التاكسي؟ شكرا. طيب بابا طيب. الله يخليك، بسرعة بسرعة على التجارة. قديش معك وقت؟ 10 دقائق بس. يلا تخلي لحق حالك. شكرا، ما حنسى اليوم في حياتي. ما سألتني عن فحص ديانا. وليش بدي أسألك؟ شو عم تخترع زرة هي؟ بعتي لها مصاري؟ طمن، كل أسبوع عم بعت لها مصروفة وزيادة. منيح. وفحصها كتير ممتاز، بس المسكينة اليوم كان رح يروح عليها الفحص لولا شوفير تاكسي ابن حلال وقبضاي وصلها بسرعة. ليه ما تقولي إنه بدها سيارة؟ الحمد لله اجت على خير. تفضلوا. تسلموا.
يا جماعة اسمحوا لي بهالمناسبة السعيدة، مناسبة انتهاء فحوصات الست ندى والست ديانا، اللي أقدم لكم ببالغ السرور والسعادة المطرب علاء سعيد في أحلى وصلاته الغنائية. بمشاركة مطربة الملايين سهى والفرقة اللؤلؤية قطر. اعتبروني شغالة عندكم. معناتها عاملين لي فنجان قهوة وسط والحقيقة. حاضر. في وزارة التربية عن صدور نتائج الثانوية العامة صباح هذا اليوم، وقد أعلن مصدر مسؤول في المديرية أن نسبة النجاح
بلغت 75%. عبدالي اديله بالكم على المحل. حاضر معلم. مبروك جدا، مبروك حبيبي، بيضت لي وشك. يلا يا ماما، قديش نجحت كان له طعم. ما بتصدقي، وقت ما رحت شفت اسمي وشفت اني طالعه الثاني ومجمعه 220 علامه بسطت كثير، وشفت رفقاتي كانوا عم بيطلعوا علي باعجاب. وقتها حسيت انه الدنيا ما واسعتني. وليش ما دخلتي طب؟ يا سيدي انا بحب الاعشاب والنبات وبحب الصيدله. وقتها جدكم سعيد انبسط كثير كثير وافتخر فيني، وبعدها صرنا كثير رفقات. ما بيمنع انه بعض الاحيان ما كان يتخلى عن اسود وما كنت اعرفه. وسامي؟ سامي ما عاد شفته. ولسه بتتذكريه؟ طبعا، لازم دائما نتذكر الناس اللي بنحبهم ودائما نغفر لهم اخطائهم. اكيد وقتها كان له ظرفه، بس هو تركك. لا ماما، هو كان اول حب بحياتي وانا كنت طايشه. وهلا لما بتذكره بحس قديش كنت طفله. تصوروا كنا رح نتقاتل شي 3-4 مرات مشان مطرب انا بحبه. شو اسمه؟ والله ما عم بتذكر اسمه، كان طالع موضة على ايامنا. ما عم بتذكر. هلا بكتشف انه سامي كان معه حق، الحب بايامنا كان له طعمه تانية غير ايامكم هاي.